يارا، كيف بتقضي يوم العطلة خاصة عيد العمال؟ عيد العمال تحديدا يعني منعيد كل الأشخاص اللي حوالينا، يعني بهالمناسبة أكيد بحب أوجه تحية لكل عامل منا هون معنا بالستوديو، أوقات بالتصوير منعرف قدي بيتعذبوا الأشخاص اللي وراء الكواليس بالكليبات بأي شيء تصوير وبأي دومين يعني بالعالم، فيعطيهم ألف عافية ومنعيدهم كلهم أكيد أكيد منوجه لهم تحية كمان.